طيب إيه مصر تصدهم ازاي؟ بثلاث طرق. مصر تصدهم الاول باحكام قضائيه جنائيه نهائيه هنا، وطبعا الكلام ان هو ما فيش احكام، لا في احكام طبعا، وبيان النيابه العامه كاشف وقال بعض الاحكام اللي تم امدادهم بيها. الحاجه الثانيه ان مصر تتداخل في بعض القضايا، وهي كانت متداخله في قضيه غسيل الاموال اللي كان متهم فيها 14 شخصيه. نعم. من 2011. طب ايه اللي خلى مصر مش متداخله؟ اللغط اللي حصل ايام حكم الاخوان ومرسي، وان في تغول من السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه، ولكن كل هذه الامور انتهت ومصر صدر حكم بعد كده الناس تستطيع يكون في تعاون قضائي مصري سويسري. طب الجانب الثالث ايه؟ الجانب الثالث التعاون القضائي الدولي وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد. ما هو في سوابق اصلا، يعني هي سويسرا اصلا هي اللي اعلنت، يعني مثلا منسق حركه صوت، منسق المبادره، ثلاث منسقين للمبادره في المؤتمر اللي كان معمول في 2015 في سويسرا، منهم الاستاذ مصطفى عبد الله تحدث خلال المؤتمر مع رئيس سويسرا وقال له ليه سويسرا ما بتدفعش لمصر ال 670 مليون دولار لمشروعاته الى حين صدور يعني القرار النهائي بتسليمها. نعم. فطبعا قال له لا احنا ملتزمين وكده، وكل تاكيدات المسؤولين السويسريين. انا عاوز اقول لحضرتك يا استاذه، في اوقات غير الاوقات ديت وفي قوانين اقل منها، في دول استعاد يعني مثلا سوريا استردت الاموال بتاعتها. مظبوط. لا مش اموالها، لا يعني 40 مليون فرنك مثلا جزء من الاموال الثلاثيه. هنقول مثلا نموذج في نيجيريا وفقا للبنك الدولي الاموال اللي كانت مهربه في سويسرا 7.2 مليار دولار، في مبادره اسمها ستار. نيجيريا اتحركت ساعتها يعني ليس قضائيا فقط لكن قضائيا ودبلوماسيا وسياسيا، وحسبت لحضرتك ازاي سياسيا، خدت جزء من حوالي 620 مليون دولار من هذه المبالغ، يعني حوالي 8% تقريبا من مبادره، ما خدتهاش على هيئه اموال، خدتها على هيئه ان هي مشروعات، يعني تدفع اموال في مشروعات.